حكايتنا اليوم غادي نشوفو مثال حي ديال طفلة اللي كبرات وسط القمع اللي غادي يؤدي لانعدام الحوار ثم الاستغلال الجنسي وبزاف ديال الأبواب اللي اليوم النتيجة ديالهم غادي يعطونا واحد المرأة اللي هي محطمة مدمرة ناجحة ولكن ما عارفاش تذوق أو تستمتع بداك النجاح ديالها لأنه ببساطة بقى عايشة مع الماضي. حلقة الليلة غادي يستفدوا منها الأباء لأنه وليداتكم راه ماشي ديالكم واخا نتوما اللي ولدتوهم، ولكن أمانة من تحت الرقبة ديالكم. باش تمشيو فين بقاو معايا في حلقة الليلة باش نستفدوا جميعا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادتي ليكم الجديد اينما كنتم. بغيت غير نصيفط واحد التحيه من كل قلبي لدوك الناس الاوائل اللي غير اون فوا كتحط الفيديو كيبداو يكتبوا لي انا الاولى انا الثانيه انا الاولى، شكرا لكم من القلب. ما تبخلوش عليا انكم تخطوا لزر الاعجاب ما تكلفكم حتى شي مجهود، وانكم تخليوا لي شي تعليق جميل بحال الوجوه ديالكم. خلينا ما نعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ليلى، غادي تبدا القصه ديالي منين كانت عندي 5 سنين. حنا في عائلتنا كنا قراب من العائله ديال ماما بحال اغلب العائلات المغربيه، تيجيو عندنا وكنمشيو لعندهم. حليت عيني وسط الوالدين اللي ما تيعرفوش الحنان ولا التعناق ولا انهم يضحكوا معاك. كبرت وسط القمع الحقيقي، ولكن بحكم الصغر فما كناش نفهموه. كنتكلم على نفسي، اول متضرره وبنت الوحيده عند والديا. ما حديت نكبر والقمع غادي يزيد معايا، وانا عندي 5 سنين غادي توقع واحد الحاجه اللي واخا كبرت ودازو موراها شله احداث بقى مازال مرونه ليا حياتي. اغلب الاحداث اللي دازو في طفولتي باقين مازال عالقين في الذاكره ديالي حتى كنوصل لهذا الجزء، وكنطلب الله انه يمسح لي من دماغي. صعيب عليا نشارككم هادشي اللي غنقول لكم الليله، وصعيب عليا اصلا انني نخرج من فمي لانه دازو سنوات واول مره غادي نبوح به من بعد 30 سنه. نرجعوا للماضي ديالي هو الاول. وانا في ذاك العمر ديال 5 سنين كنا كنمشيو عند دار جده مت ماما اللي كنا كنتجمعوا تما، واذا ماما بغات تخرج كتخليني معاهم وما كتبقاش هازه ليا الهم. حتى لواحد النهار كانت ماما خارجه هي وخالتي وامي القصاريه وقالت لي بلي انك غادي تبقاي مع خالك حتى نجيو نمشيو نقضوا شي غرض. انا صافي بقيت جالسه حتى داني النعاس، ولكن كان معايا خالي اللي كان باقي مازال صغير، تكون عنده ما بين 20-25 سنة آنذاك. واحد الوقيته كنحس بلي أنه شي حاجة كتقرب للذات ديالي وما عارفش شنو هي. بقوة الخوف والقمع اللي كبر فيه فما قدرتش حتى أنني نحل عيني. شي حاجة كتقرب من المناطق الخاصة ديالي، أنا ما فهمتش شنو وقع آنذاك. كنحاول أنني نتقلب من هنا لهيه. سمحوا لي ولكن ما غاديش نقدر ندخل معكم في التفاصيل اكثر اللي هما جراه واكثر قذاره واكثر واقعيه اللي ما غاديش تفيدكم ولا تزيد القصه شي حاجه، لكن تنأكد لكم بلي انه هذاك الشيء اللي وقع باقي لدابا مرسخ ليا في الذاكره ديالي. لقطات اللي كانت قبيحه من طرف هذا الشخص المقزز كنت نشوفه شنو تيدير ليا، ولكن ما كنتش قادره انني نحل عيني ولا نواجهه بسبب ذاك القمع كنت كابره فيه، لانني ما خاصنيش انني نهضر. دار فيا ما بغى وانا طفله ديال 5 سنين. عند بالو بلي انا ناعسه انا ذاك، لكن كنت كنحاول انني نسرق النظر ونشوف شنو كان تيسمع فيا. وباش تعرفوا عقل البراءه حيت ما كنتش عارفه شنو تيدير، كان عند بالي بلي انه تبول عليا اعزكم الله، وبلي انه غادي يوسخ لي حوايجي وانا لابسه حويجات ليهم زوينين. ما كنتش عارفه الحقيقه نتاع شنو كاين، لانه ببساطه ما كانش التوعيه. ما كانش كتجي عندك امك وتقول لك راه ما خاصش حد يقرب لك في هنا ولا هنا ولا هنا، حيت هاد البلايص راه ما كيتشافوش وما كيتقاسوش. او اذا قياس الخير شي حد دار لك شي حاجه اجي عندي قوليها ليا كتجري. لا، ما كناش كنقدروا اصلا نهضروا حيت اضاضتي كتخافي انك تاكلي العصا. ديك العشيه عمرها ما تمحات ليا من دماغي، دار فيا ما بغى. حاولت انني نبعد نتقلب، وكان تيهزني وكيجرني باش يكمل عليا للاسف الممارسه ديالو. مره كان هو تيطل من الشجم وكيشوف واش جايين للدار ولا مازال، حتى بانوا ليه بلي انهم جايين وغادي يحبس وغادي يرجع لي حوايجي. وانا بقيت مبلوكيه. تدخلت ماما اللي ما قدرتش نبوح ليها باش نطرى. ماما اللي خلاتني مع وحش انه يضيع لي حياتي النفسيه. دازت المده بديت تنكبر، وكان عندي ولد خالتي اللي كبر مني
لي فين ما لقاني بوحدي او خلوني معاه باش عاوتاني يقضوا الغرضات ديالهم، حيت كان كبر مني ما كيضيعش الفرصه ديال الاستغلال الجنسي. درجه الوقاحه اللي كانت فيه، كان كيشد ديال المواقع الاباحيه ويقول لي اجي، انا ما عارفاش، انا ما فاهمه والو، انا بحال داك الاطرش وسط الزفه. من غير الغريزه ديالي باش خلقنا سيدي ربي كتبدا تولي شنو هادشي، حيت تيكون عندك واحد الاحساس انه شي حاجه ماشي طبيعيه راه كدور بك. هو كان تيقول لي غير غادي نلعبوا، وانا راني ما عارفاش، حتى هو استغني كيف ما بغى. علاش؟ لانه ماما امناتني في شي بلايص ما خاصهاش امني فيهم. انا ما تنلومش هاد الوحوش البات الشريه، ولكن تنلوم ميمتي اللي عمرها نبهاتني ولا دوات معايا في هاد المواضيع. كنرجع ليها اللومه حيتاش عمرها جلساتني وقالت لي اذا شي حد قال لك هكا ها شنو خاصك ديري ولا تقولي ولا تعاملي. اصلا عمر ما كانت عندنا شي حاجه سميتها نجلسوا نجمعوا نعبروا اولا نتبادلوا الاحاسيس مع بعضياتنا. حاجه واحده اللي كانت عندنا هي ديك السلطه اللي كان كيمارسها بابا على ماما، وكانت هي بدورها كتمارسها عليا غير انا. كانت كتمارسها عليا بالقمع والعصا، لدرجه انه بعض المرات ما كنبغيش انا نجلس مع العائله لانه كتقمعني وسط منهم وكانت تحقار وكيتنمروا عليا. حتى كلشي كيبدا كيضحك. دوزت من واحد العذاب النفسي بجميع الطرق ديالو. وصلت للعمر نتاع 8 سنين، جا خويا الصغير للدنيا، والغريب في الامر انه في هذا العمر هزيت المسؤوليه واحدة اخرى واللي هي كبر مني وبزاف وما كنتش مستعده ليها اولا كنت باغاها. داك خويا اللي تزاد غير هو شد شويه راسو، انا هي اللي وليت امو. تخيلوا معايا طفله ديال 8 سنين هي اللي كتربي في دريه الله تزاد، طفله اللي خاصها تلعب وتخرج، كنت انا كنمارس الامومه. داك خويا كان تينعس حدايا، اذا فاق بالليل انا اللي كنوض ليه، اذا بكا وبغى شي حاجه انا اللي خاصني نسكتو وندير ليه اللي بغى. انا اللي كنت كنركبو في ظهري باش نعسو ونسكتو، انا اللي كنت ندير ليه الكوش. ماما كتكلف به في حاله وحده اذا ما كنتش انا في الدار، غير انا تنجم المدرسه كي يتحولوا الادوار، زياده على الشقه والمسؤوليات اللي كنت كنديرهم اللي ما كانوش في السن ديالي. دست من الاستغلال طفولي بمعنى الكلمه. انا ما عرفتش كيفاش كانت كتفكر، لكن كنت تنفهم من هذا الشيء باللي انه كانت تقول مع راسها ولداتني خاصها تستغلني. دازت المده وبقيت على داك الحال، ودازوا مشاكل اللي هما كبار وهزيت مسؤوليات اللي هما كبار، ما نقدرش نتطرق لهم لانه كاينين افراد مع عائلتي متبعين هذه القناه. المهم تعذبت صغري بزاف، فكانوا تيخليوني والديا كنشقى، واذا جات ماما ولقاتني طيبت الخبز وحرقته ولا بلاصه نتاع الطبله ما مجموعهاش كانت كتقتلني عصا. وبابا كيقتلني بالعنف اللفظي لانه ما تيضربنيش، ويا ريت انه يضرب ويرحمني من كلامه القاصح واللي كيجرح. دازت الايام ورغم هادشي كله كنت متفوقه في قرايتي، خديت الباك بصعوبه لانه دوزت مراهقه اللي هي خايبه والقمع والمسؤوليات. مراهقه اللي كنت بغيت فيها غير الحوايج اللي لبسهم بحالي بحال البنات، ولكن انا كنت كنشري غير الحوايج اللي كانوا قدام، عاجبيني او ما عاجبينيش خاصني نلبسهم وصافي. ما كانش عندي لا راي ولا حريه، كانت ديك الحاجه قدي او لا خاصني نلبسها والا تناكل العصا. كانوا تيجوني افكار انني نمشي عند طبيب نفساني ندير جلسات علاجيه لانه وليت مهووسه. خديت الباك وكذلك بزز مني درت لافاك، درت شي حاجه اللي انا ما باغاهاش، ولكن حيتاش الاب ديالي اذا هو فرض عليا شي حاجه راه خاصني نديرها على غير وما تناقش معاه. في مده 4 سنين قدرت انني ناخذ 3 دبلومات الحمد لله ربي وفقني، وكنت مازال تنقلب فين انني نزيد نقرا وناخذ شهادات ودبلومات وحده اخرى اللي تكون قريبه مع بعضياتها. ما كنتش مكتفيه بحاجه وحده، مع العلم انه كانت موفره ليا الظروف انني ندير لا حوايج، لكن الفلوس ما كانتش. حدي كناخذ فلوس ترونسبور باش انا نمشي ونجي لا غير، اذا طحت اون بان نقدر نبقى تما حتى نشوف شكون اللي غادي يحيلني عليا ويديني من ديك البلاصه. شحال من مره كنبقى مليوحه في الخلا وما كنلقاش كيفاش نرجع، لكن ربي تيحفظني. المهم عانيت وانا تنقرا، لانه اذا كنت بغيت نوصل للجامعه كان خاصني نفيق مع 5 ديال الصباح باش نخرج مع 6 باش نوصل في الوقت، واذا عندي امتحان تخيلوا معايا ما كنعش لانه كنخاف انني ما نفيقش. تمحنت بزاف باش ننجح لانه نهاري كامل عندي فيه 4 ديال السوايع تاع غير سيرواجي، ماشي مشكل كلشي تيفوت لانه فاش تنشوف النتيجه هان عليا شنو دوزت، وتنحمد الله وكنقول يمكن اذا ربي بغى انه يحل لي بيبان ديال الرزق او بغاني نبدا حياه جديده. خرجت درت ستاجات ومن بعد بديت كنقلب على الخدامي، وغادي ندخل في واحد المرحله انني نكون راسي
ونبني واحد الساس ديال الطموح والاحلام، فغادي ندخل نخدم في واحد الشركه ماشي بصالير كبير، لكن كبدايه قلت هانيه نصغر راسي نقبل بكل شيء بيد ما انني نتعلم وغادي نوصل لما احسن. لكن غادي نتفاجئ بلي انا وبابا تيقول لي يا ليلى خاصك تزوجي. لا بابا انا يلاه بديت ما تفرضش عليا شي حاجه، قلت لك غادي تزوجي هي غادي تزوجي، واما جلسي هنايا بركه ندخل والخروج. واش انا حشمت بيك؟ واش انا بابا كندير شي حاجه تخلي الناس انهم يهضروا فيك؟ محترمه راسي وعارفه شنو تندير. لا خصك تزوجي. هادشي كله علاش؟ لانه بنات ديال العائله كلهم تزوجوا، فحتى انا خصني نتزوج. حياتي ومستقبلي تتطابق بالبنات انا ما عنديش بهم علاقه وماشي بحالي، وكل واحد والتفكير ديالو. بقى لي حتى تزوج، شنو غادي نقول لكم؟ الاب ديالي غادي يزوجني بانسان لا خدمه لا ردمه وغير جالس في الدار مع والديه، زوجني بشخص اللي مو متسلطه، زوجني بواحد ما شاربش العقل ديالو، وحتى هو غير فرضين عليه الزواج، ما كانش قادر على المسؤوليه او لا يدير شي حاجه في حياته. بابا ما سولش عليه، غير زوجني ليه وصاف. طبيعه الحال ما نقدرش نقول لا، لانه نهار دويت مع بابا فاش ما عجبنيش الحال قال لي اذا بغيتي تطلقي يا بنتي حتى تدفنيني وتطلقي، وما حد يحي ما تجبديش لي هذا الموضوع. هنا مباشره عرفت راسي باللي انني تدفنت ومشات لي قرايتي وكاع داكشي اللي بغيت واللي كنت نكون فيه سنوات. كنت باغا نكون مستقبلي، نجمع فلوسي نشري طوموبيلتي نعطي الوالديه واخا محنوني في حياتي. راجلي قبل ما نتزوجو خلاني انني نخدم، غير ضربنا كحل في البيض حبس عليا كلشي. باش نعيشوا سي فلان حنا عايشين مع والديا، والى متى؟ هادو راه خصوصيات، ايوا اذا عجبك الحال ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك. الغريب في الامر انه الاب ديالي هو اللي كان تيحرشوا عليا، فاش ندوي معاه تيقول لي ماشي شغلي هذاك راجلك بيناتكم. عانيت تهرس طحت ونط ما كاينش اللي عقل عليا، بقيت بحال هكا. بدا راجلي تيخدم بشويه بشويه ولكن حس المسؤوليه راه ما كايناش، غادي يبدا كيتحرك مره مره ويدخل واحد شويه ديال الفلوس، ولكن ملي كتكون ساكن مع واحد الناس مفروض عليك انك تاكل ماكلتهم وتجلس في الوقت فين تيجلسوا ودير حوايج انت ما باغيهمش. هذه هي حياتك فاش كتكون ناس ساكن مع ناس وحد اخرين، كتكون حياتك مرتبطه بهم وهم اللي كيتحكموا لك فيها وهم اللي تيقرروا لك شنو غادي دير. اما فاش كتكون في دار كتكون مرتاح وكدير اللي بغيتي، ما كاينش اللي يدوي معاك لانك حر في حياتك. انا عانيت مع الحماه المتسلطه اللي كانت كتقرر لينا في حياتنا شنو نديرو، لدرجه انها تيقوني اذا قلت لكم كانت تتقرر لينا في العلاقه الحميميه ديالنا شنو يكون فيها. طبيعه الحال ما نقدرش نهضر، واذا هضرت راجلي تيقول لي سيري عند باك، وانا فاش نمشي عند با تيجري عليا، هذا هو المشكل. انا راجلي استغل الفرصه لانه فاش جيت راه شي مشكل تيقول لي سكتي ولا نقولها لباك، وخاصك تسمعي لهضرتي انا ما غاديش ندير لك كتقولي، وطبيعه الحال هو تيدوي بلسان امو. دازو افزمات وحملت بولدي، ولدي الاول في ظروف اللي كانت خايبه وماشي هي هذيك، ما عندي لا درهم لا زوج، لكن الحمد لله غادي ندير كل ما في جهدي باش انا ولدي ما يحش بداكشي اللي حسيت به. حاولت انني نكبره بدون ما انه يعيش اللي حشته من حقره وقمع وعصا، وهنا فين قررت باش انني ندير شي مشروع واخا غير من الدار. بديت من تحت الصفر في مشروعي وتقاتلت باش انني نوقف على رجلي، ما كان معايا حتى شي واحد، شحال من حد ضحك عليا وقال لي راك كتخربقي، شحال من واحد استهزأ بيا، ولكن ربي كبير. تقاتلت حتى وليت من المتفوقين في داك المجال، لانه الناس جربوني وكيتيقوا فيا، وهذه اهم حاجه كنت كنركز فيها باش انه يكون عندي كليان ديالي نكسبو. تقاتلت وبطبيعه الحال هادشي كله كان بوحدي، خصوصا وانه ما عنديش مقر خاص بيا وكنخدم غير من الدار. كندمر في مشروع تياخذ من صحتي ووقتي لدرجه انه بعض المرات وانا تنخدم تنبدا تنبكي وتنقول علاش ما نكونش حتى انا مستقره ومرتاحه في حياتي. دازو ليا اللي ما كنتش كنعسهم حيت خاصني نكمل الخدمه نتاع الناس، كان الناس قليل باش نفيق بكري ونكملها ونصيفطها. معاناه اللي عشتها ولا زلت وما كنبينش الضعف ديالي، كنبين انه كندير الهوايه ديالي وفرحانه بها ومفتخره بها، مشروعي خدامه بيه على راسي وكنلبي لراسي الاحتياجات ديالي بدون ما انا نوقف على شي حد. الراجل من بعد حتى هو غادي يلقى واحد الخدمه بصالير اللي كان لا باس به. المهم ولينا احسن من كنا ماديا، وهو بدا كيفهم الحياه الزوجيه والمسؤوليات ديالو، وسبحان الله بدا كيتقاد. راجلي غادي يتبدل واحد النهار 180 درجه، كيفاش علاش الله اعلم.
الزوج اللي كان كيتصنت لامو وكانت متسلطة عليه وعليا ولات عنده شخصية وكيوقف وجه فمو فيما هو شخصي، تخيلوا معايا، ولا كيحن فيا وعامل راسو براسو بلي انا وكاع داكشي اللي كانت كيدير ليا، ولا كيجي كيطلب مني السماح على الاذى اللي كان كياذيني وتيقول لي سمحي لي يا ليلى لانه عقلي كان طايش من قبل وما كنتش شايف ربي شنو عاطيني مراه بمية راجل. وقفتي معايا وهزيتي بيا وصبرتي معايا ومازال صابره معايا، واخا المدخول ماشي هو كبير لكن ولا كيتهلا فيا ويحيدها منه ويعطيها ليا. الحمد لله الامور ديالنا تيسرات وتقاتلت حتى شريت البارطمان ديالي بفلوسي الخاصه وسكنت فيها بسبب الدمير اللي دمرته. هادشي كله غادي يوقع ماشي فقط بالمجهود ديالي ولكن بسبب الصلاه والدعاء اللي سخرهم ليا مولانا. اي حاجه ضرتني في خاطري كنقول فقط حسبي الله ونعم الوكيل لا غير. انا انسانه مسالمه وما باغا ندعي في حتى شي واحد، باغا غير نعيش بدون مشاكل. الحمد لله تيسرات لي حياتي وراجلي ولا مهلي فيا لاقصى درجه وما تيخسرش لي الخاطر، واللي بغيتها هي اللي كاينه وتيديرها بدون نقاش، ولا كيحيد من راسو وكيعطيني وكيقول لي بحال بحال، ولا هز المسؤوليات ديالو والحياه تبدلات. الحاجه الوحيده اللي خلاتني نحكي هذه القصه هي داك الخال ديالي اللي وقت ما كنشوفو ليومنا هذا كنرجع لنفس القصه ديال الماضي. والغريب في الامر انه الام ديالي هي الاقرب لهاد خوها بزاف لانه هي كبر منه وهو كيشوفها بحال الام ديالو. اذا قلت لكم باللي انه وقت ما كنسلم على هاد خالي كنتمنى يكون مسفيديه نصفيها ليه باش انه نبرد النار اللي في قلبي شاعله، وتنعاود نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخا اليوم حياتي تقادات لكن نفسيتي باقا مدمره بسببه. المشكله انه شحال من مره كتجيني الفكره انني نمشي عند امي ونقول لها اجي تشوفي داك خوك اللي تيبان لك ملاك من فوق الارض ها شنو دار، ولكن تنخاف من الصدمه انها تكذبني اولا تقول لي انت غير كتخربقي. كنخاف من الصدمه ديال انها ما تكذبنيش ولكن ما يتبدل معاه والو وكان شيئا لم يكن، اولا تنخاف انه يوقع شي مشكل كبير نسبب ليها في شيعها. تنقول انا سكت 25 سنه واش نجي حتى الاخير ونتلاها بحاجه خايبه مابقيتش عارفه شنو غادي ندير. محتاجه النصائح ديالكم لانه كون كان شي حد بعيد عليا ودار لي هادشي نقدر نتناسى، ولكن خالي ولد خالتي كنشوفهم بزاف وكنتلاقى بهم بزاف في كل المناسبات او الاجتماعات العائليه ديما تنتلاقى بهم. من بعد ما ربي كرمني بانه خير لي الزوج ديالي بسبب الدعاء وانا الحمد لله الحياه ديالي الماديه استقرت، انا اسالكم الدعاء انه ربي يخفف عليا الالم ديال الماضي ونعرف نعيش حياتي من اول وجديد. هذه كانت حكايتي، هذه هي كانت حكاية ليلى. عمرني ما غادي نمل انني نهضر في مواضيع ولا الحكاية ديال التحرش ديال الوليدات الصغار. راه المتحرشين كتلقاوهم في عائلتكم اكثر من البراني يا الام العزيزه. بنتي ولا ولدي ما تنخليهمش من مورايا ونمشي نقدر غادر هضره ديالي، ما تنخليهمش للجيران ولا خوتي ولا خوالي، انا ما كنعممش ولكن تنحمي وليداتي. علمي وليداتك من الصغر ديالهم وهما تديري لهم ليكوش بلي هاد البلاصه ما كتقاش ما كنشوفوهاش ما كندعبوهاش وكتخصنا بوحدنا. فاش نكونو كنبدلو ليكوش ما كنبقاوش كنلعبوه ونبوسوه في المناطق ديالو الخاصه، لا واخا باقي صغير لكن ما نكبروش فيه ديك الغريزه من الصغر ويحس بلي انه امر عادي. علمي وليداتك بلي انه اللي قاسك في هنا وهنا وهنا خصو يجي يقولها ليا باش انني نحميه، خصني نقول ليه اجي قولها ليا باش انا نحميك ما غاديش نضربك وما غادي يوقع ليك والو. واذا ما كناش مستعدين اننا نتحملوا هذه المسؤوليه وباغيين غير نتزوجوا باش نسمو مزوجين ونولدوا ونطلقوا ولادنا في الصناقي، عفاكم من الاحسن اننا نلغيو الموضوع نتاع الوليدات الى ان يحين الوقت لانه هذا موضوع جد جاد. الام ديال ليلى قضات الغرض ديالها ولكن خلات بنتها كتعيش في واحد الحاجه اللي شوفوا شحال من سنه وهي غدا معها 25 سنه. فما نديروش نفس الغلط عفاكم، خاص تكون عندنا اليوم 2014 هاد التوعيه في جميع البلايص وما نقولش لا هذا خالي لا هذا عمي لا، انا ما تنقولش دوك الناس خايبين ولكن ولدي خصني نكبر على التربيه الجنسيه باللي هاد البلايص ها شنو كاين باش غير نهار يجي عندك ويتشكالك كتكوني عارفه شنو تقدري ديري. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. ما تخليوش هذه الحكايه وهذه العبارة توقفوا عندكم، شاركوا مع احبابكم صحابكم عائلاتكم في لي ريزو سوسيو ديالكم. دونك في رعايه الله وحفظه نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.